هنتقلم. لكن ليس بقدر دازل. ستكون بخير. لا أعلم. كنت تبذل جهدك في البحث عن علاج لدانزل، صحيح؟ كنت تعلمين؟ كلاود، هذا لأنك لا تمحو ملفاتك أبدا. هكذا إذن. هاي كلاود، هل غادرت المنزل لأن دانزل لم يكن يتحسن؟ أم لأنك مريض أيضا؟ أنا لم أستطع حماية نفسي، أظن هذا هو السبب. كيف يمكن لشخص عاجز عن حماية نفسه أن يحمي عائلته؟ هذا ما قاله أبي. كلاود، لا تستسلم. مارلين، دانزل، وتيفا، أنتم دائما تساعدونني. لقد كنت محميا طوال الوقت، والآن سأرد الجميل.